تختتم اليوم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لشهر أكتوبر، والتي تكللت بالنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتضافر جهود من أبناء جامعة الملك فيصل أبطال الصحة في مجمع ذات الطبية، وبالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي وكذلك جمعية التفاؤل. واختتمت الحملة اليوم بزيارة ميمونة من سعادة رئيس الجامعة. شرفنا اليوم بزيارة كريمة من سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، الاطلاع على جهود الجهات المختلفة في مشاركتهم لحملة الكشف المبكر لسرطان الثدي. ولا شك أن زيارته تعتبر دعم قوي جداً ووسام تحفيزي لكل الجهات المشاركة في هذه الحملة.